ما هو التسويق؟ غالبا ما يعرف التسويق على أنه وضع المنتج المناسب بالمكان المناسب في الوقت المناسب وفي السعر المناسب. ما هو الفرق بين البيع والتسويق؟ البيع هو عملية إقناع المستهلك بشراء ما تنتجه الشركة، بينما عملية التسويق هي حث الشركة على إنتاج ما يحتاجه المستهلك، وبالتالي فهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي تقودك إلى منافذ البيع، بعدها تتم عملية البيع. ماذا نسوق؟ نحن نسوق بضائع، خدمات، خبرات، شخصيات، مكان ما، منظمات، عقارات، معلومات، أفكار ومفاهيم. لنأخذ مثال كيف نسوق الكينوا. الكينوا هو محصول يتحمل الملوحة ويمكن أن يزرع فيه البيئات الهامشية لتحسين الأمن الغذائي، وهو غذاء مثالي عالي القيمة الغذائية لكونه غني جداً بالبروتين ويحتوي على الأحماض الأمينية التسعة الضرورية والألياف الغذائية الجيدة. وعلى أي حال هناك تحدي في إدخال الكينوا إلى الأسواق، وخاصة في مناطق ليس لديهم أي معرفة مسبقة عن الكينوا. نصائح حول استراتيجية تسويق الكينوا. يتألف المزيج التسويقي 4 pieces من product, price, promotion and place، المنتج والسعر والمكان والترويج. وبالنسبة المنتج هو الكينوا ذو القيمة الغذائية العالية، وبالنسبة للسعر يمكن أن يباع الكينوا في السوق بسعر منافس جدا مقارنة بمنتجات أخرى ولشريحة واسعة من المستهلكين، مما يحقق ربح ويوفر سلعة ضمن القدرة الشرائية للمستهلك. المكان، اشتراك منتج الكينوا في المعارض التجارية وفي مهرجانات الطهي والطعام لرفع الوعي العام وكسب عملاء جدد، والعمل على إدخال الكينوا إلى أطباق الطعام المحلية. الترويج، تسليط الضوء على ميزات الكينوا في أنشطة الترويج ومختلف الحملات الإعلانية. اتباع استراتيجية العبوات الجذابة والمختلفة الأحجام والمزودة بوصفات منوعة لتحضير الكينوا وطبخه وخبزه وتقديمه مع الخضروات والفواكه والمقبلات. وكذلك التسويق الإلكتروني هو طريقة ممتازة في الترويج لمنتجات الكينوا، وخاصة بالنسبة لمزارعي الكينوا حديثي العهد. مما سبق نجد إن الاستثمار في تحليل سلسلة القيمة السوقية من الممكن أن تعزز من أعمال المزارعين.